معنى كلمة المطرية إيه؟ المطرية يا فندم هي جاءت من الكلمة اللاتينية مطر بمعنى أم، تمام؟ معناها إيه يا فندم؟ معلش الصوت بس مش واضح. أم يا فندم، أم يعني أم، يعني أم فلان، تمام حضرتك؟ فهي جاءت من كلمة أم في إشارة للسيدة مريم العذراء باعتبارها والدة السيد المسيح عليهما السلام، تمام؟ وفي نفس إشارة أيضا إلى جامعة التي كانت أم العلوم وجماعة العلوم، ففيها إشارة للسيدة مريم العذراء باعتبارها أم السيد المسيح عليهما السلام، أو لمدينة عين شمس اللي هي جامعة العلوم، كانت أكثر جامعة في العالم في هذا التوقيت. وطبعا جاء منها مطر اللي هي بقت أصبحت المطرية، فهي كلمة لاتينية الأصل يعني. صحيح. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان انجلوس كانت يعني مدينه مميزه، كان فيها مدارس فلاسفه يعني كبيره جدا، تعلم فيها الفلاسفه اليونان، يعني البعض مثلا زي افلاطون ربما قد يكون سافر لاون وتعلم على يد مصري. طبعا في العصور الاسلاميه تاخدت الاثار بتاعه مدينه اون، فلذلك وبنوا بها اسوار ومساجد القاهره الاسلاميه، فلذلك بنلاقي اثار اون بدات تختفي بشكل كبير، يعني الا بعض الحاجات القليله اللي موجوده عندنا، زي مثلا مسلة المطرية، المسلة الشهيرة بتاعت سونسيرت الأول. صحيح. من الأسرة الاثناشر. وكذلك عندنا منطقة أثرية مهمة جدا جدا اللي هي منطقة شجرة مريم اللي هي موجودة في المطرية، ودي طبعا يعني من أهم الآثار الدينية اللي موجودة عندنا في رحلة العائلة المقدسة. طبعا يعني ترجع القصة لأن الشجرة دي طبعا يعني كانت ان العائلة المقدسة كانت في مطاردة من رجال هيرودس اللي هو ملك اليهود الروماني لهم، ولما قربوا من هذا المكان في زيارتهم لمصر ورحلتهم من البلاد يعني فلسطين والقدس الى مصر، اختبأوا تحت هذه الشجرة، فانحنت عليهم الشجرة دي بأخصامها واخفتهم تماما عن اعين اللي هم الرسل بتوع هيرودس، حتى ما عوقب ونجوا من شر ذلك الملك الروماني الشهير، واصطرحت العائله بجوار هذه الشجره بجوار عين ميه، وغسلت السيده مريم العذراء ثياب السيد المسيح عليه السلام وصبت المياه في تلك الاراضي المباركه. فانبت الله سبحانه وتعالى نبات البلسان. اتفضل. نبات اسمه البلسان، ولا يعرف مكان اخر الا في هذا المكان، وكان بيسقى من ماء بئره يعظمها الناس وتغتسل بمياهها وتستشفى بها، وتخرج من البلسان المذكور عطر اسمه البلسم بالميم، يعتبر من الهدايا الثمينة التي كانت ترسل إلى الملوك. وظلت شجرة المطرية دي مشهورة جدا كأحد الأماكن المقدسة في الشرق، واشتهرت طبعا كمزار ثقافي وديني لكثير من الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم منذ قرون عديدة، وهي طبعا تذكار لدخول السيد المسيح أرض مصر. وطبعا شجرة مريم العذراء الأصلية التي استراحت عندها العائلة سقطت في 1656 ميلادية، فقام مجموعة من الآباء الفرنسيسكان بجمع فروحها وأغصانها، وقاموا يعني بالكنيسة المجاورة لمنطقة الشجرة ومسمى بكنيسة الشجرة مريم بزراعة هذه الشجرة، ونامت الشجرة والحمد لله تفرعت مرة أخرى، وطبعا يعني تعتبر من ضمن الحاجات المتميزة في هذا المكان. وزارتها أيضا الإمبراطورة جيني إمبراطورة فرنسا أثناء احتفالات افتتاح قناة السويس في 1869 في عهد الخديوي إسماعيل. فطبعا ده مكان مهم جدا جدا بالنسبه لنا في رحله العائله المقدسه. وزاره السياحه والاثار حاليا يعني اهتمت بهذا المكان، وتم يعني نقدر نقول عمل يعني بطاقات شارحه ولوحات توضيحيه وماكتات لرحله العائله المقدسه باعتبارها من ابرز الاماكن والمحطات بتاعت رحله العائله المقدسه.